السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم بغيت ندير معكم الكوت تاع 2x2، وأخت هي أخت من الأخوات سقستها على هذا البداية، يعني الكوت ولكن 2x2، ويمكن تكون هي مبتدئة. قالتك أنا ينبدل يعني ندير الكوت عاديين ومن بعد نولي نبدل بهذيك البرنقالة، يعني نولي ندير زوج منا وزوج منا زوج منا زوج منا، هذا يدي الوقت بزاف. دروك نوري لها يعني طريقه سهله. دروك نرفعوا من هنايا مثلا، هنا بغيت ندير انا بندانا ولا بندوت اشعر هكذا، ندير من 35 35 هكذا، من 35 ل 35 عين، 35 35 ولا 30 30، نتوما وما بغيتو. انا درت 35 هكذا مثلا، انا دروك ذوينا قلعت زوج لخاطرش الباند انا تاعي كملتها هكذا. من بعد نديرو 2 طالعين 2 هابطين 2 طالعين 2 هابطين 2 طالعين 2 هابطين، ولا مهودين كيما نتوما تفهموا، يعني هكذا زوج فوق زوج تحت، زوج فوق زوج تحت، ونخلو اول الجهه اللي منا كيف كيف. ندير زوج طالعين من هنا، يجو هنا يجو هنا، هذو يجو هنا مثلا، هنا هذو يجو هنا وهذو يجو هنا، يجو قراب ليهم، ولكن نخلو زوج ونطلعو زوج، نخلو زوج ونطلعو زوج، كيما قلت لكم يعني. وبعد المانيفال نديرو دوره تولي عندنا الدخله. شوف لا يبين تبان ولا لا، هنايا هكذا نقولوا هادو داخلين في هذا كانهم هكذا يعني هكذا، هادو داخلين في هذا. دروك نبدا معكم نديرو 3 على 3 3، العيار على 3. انا درت الخيط على 2، خيط على 2 هو وينا يعني رقيق، ما هو شغل بزاف، ولكن على 2 زوج في 3 كذا. العيار درت على واحد، العيار الرقم لاتونسيون درت واحد، درت رقم واحد هكذاك باش ما يولوش خيطي لاخر لكم. نديرو هذا القفلات هذو هذا، ان شاء الله راه يتبان، ان شاء الله يبانو هكذا، خاطرش كما قلت لكم ما صنعتش موجتش لاباري تاعي هكذا. هذو هكذا وجدهم، ديروا هذو على هذا، قولوا هذو زوج مقابلين زوج، زوج مقابلين زوج كهكذا. نديروا بال كما قلت لكم العيار منا 3، هاد الجهه 3 3، ولا طونسيو تاع الخيط على 1. وندير السطر الاول، يعطينا هذا الزيكزاك، هذا يعطينا هذا الزيكزاك، هذا ماهوش زيكزاك عادي، مانيش عارف لا راه يبان عندكم ولا لا، المهم شوف واحد الزيكزاك كي بدا كي داير. نديرو اكس اكس، نزيدو السطر الثاني ونزيدو الثالث، وهنايا رجعوا المانيفال كيما كان، رجعوا المانيفال كيما كان. نديروا السطر الرابع، نسيت انا ما درتش السي ان. نديروا السطر الرابع هكذا، نديروا هنا السطر الرابع، هنا يعطينا لي كوت دواد 2x2. نديروا العيار على 4 هكذا، على 4، من بعد نبقاو نخدموا عاد. هنايا نديروا 4 ومن بعد نديروا 4.5 لكن ما تخدموا ديروا هذو البنات، هذو مهمين جدا في الماشينه، مهمين جدا
هذو اللي ما عندهمش المشطه، يعني اللي ما عندهمش المشطه كما قلت لكم انا نفضل ندير المشطه، ولكن ما درتهاش يعني نبغي الخدمه تجيني باش نلصق فيها الثقالات وكاع، على خاطرش باش المهن نزيدوا العيار ما يجيش شابه الخياطه، لازم هذا نديروه غير على 4.5. ولكن اللي يبغي الخدمه مثلا تكون يعني مرتاحه وشويه عندها الاخر عندها شويه الرخاء وهكذا لازم يدير الثقالات او المشطه. ولكن المشطه من غير الثقالات من غير مشطه انايا كما قلت لكم ما نبغيهمش بزاف خاطرش يخسروا الشغل شويه. هكذا من نبغوا نقلعوا من نبغوا نقلعوا هذو المبتدئات نبغي نبغوا نقلعوا الاخرى تاعنا يعني الشغل تاعنا نقلعوا الخيط كيما هكا مثلا نقلعوه نرجعوه هنا على جنب هكا بالاخر تاعو يعطينا الكوت شابين وسهلين في الخدمه. شوفوا شوفوا كي خرجوا يعني ما هم لا فيهم لا ديفولا والو. هكذا هي هذا العبر تاع البندانة، العبر تاع البندانة كيما قلت لكم ندير 35 35 تاع هذو تاع الكبار. نعطيكم العبر اسمها العبر تاع العرض يجوا الصغار والكبار في العرض اللي بغيتوا يعني واحد اتجاه كعريضه تاع بنات صغيرين او كبار من 35 ل 35 ولا من 30 ل 30 اللي بغيتو ديروهم يعني مش يعرض بزاف ديروهم 30 ل 30 هنايا زوج على زوج تتوصلوا 30 هنا هاونا النيميرو هاونا هنا النيميرو ها وذا النيميرو هاونا هكذا رفدوا من هذا بداو ترفدوا من هذا بداو ترفدوا مثلا من هذا النيميرو حتى توصلوا 30 لهذا الجهه هنا من الجهه هذه ثاني كيف يعني مين ترفدوا هذه الجهه ترفدوا من هذه الجهه وتبان لكم من هكذا. بالنسبه للعرض للطول يعني الراس تاع البنت انا درت فيها 205 هذه راس تاع بنت تكون عندها مثلا 12 سنه ولا 13 سنه ولا حتى 14 سنه. ويلا بغيتو تاع وحده تاع عمره زيدوا لها شويه يعني ديروا لها 220 او 230 نتوما والاخر هنا عبروا على الراس. انايا درت صنعت هذه كذا وهنايا هذه الخدمه هنا درتها بالمانيفال يعني دوري المانيفال على الايسر ديريها الطريقه اللي نديروا بها الكوت في الاول. نطلع نديروا المانيفال هكذا هذه تدخل في هذه شوفوا هذه مثلا تدخل في ذي هذو يتخالفوا مثلا هذه المخالفه هنا تولي هذه المخالفه نديروا سطرين ونرجعوا كما كنا سطرين كما هكا ونرجعوا كما كنا ومن بعد نزيدوا فني سطرين نرجعوا كما كنا غير هذا بالمانيفال مره على الايمن مره على الايسر هكذا مره كامله يعني غير نخرجوا هكذا هكا وحده هكذا ونخدموا هذه الطريقه هذه اللي خدمت بها البنطانة انا هكذا تولي عندكم هذا الاخرى من فوق من وسط من فوق الراس يعني هذه وهنا الخياطه الاخوات اللي بغى وحده اخته سقصت على الخياطه كيفاش نخيطها انا ندير هكا ندير هكذا في زوج هكا نطبقها في زوج هكذا على زمش على زوج ومن بعد ندير هكا نخالفها كيما هكا ومن بعد نخيطها هنا الخياطه تاعها سهله يعني هي الخياطه تاعها سهل نخيطها
هكذا يعني قبل بعد ما نقطعها، يعني بعد ما نقطع ماشي نعمر فيها الخيط، نقطعها كيما نقطعوا تريكو يعني بالماشينه ولا باليد ولا كيما تبغوا تقطعوها. المهم من نخرجوها من نقلبوها تعطينا واحد الزواقه هكا، تعطينا واحد الشكل هكذا، تعطينا واحد الشكل هكذا. هذا الشكل نبغوا نديروها مثلا نديروا عليه نديروها من توال القفا، نبغوا نديروها من توال الجبهه يعني من توال الجبهه ولا يعني على الجنب الراس الخلفي من الخلف ولا من القدام، يعني هذا هذه الزواقات للزوج يعطونا يعني كاننا دايرين زوج تاع البندانات. نديروها هكذا في هذا الجنب. انا اللي بدل هذا البندانات توعي نخدمهم على زوج مرات، يعني تقدري ديريها هذا الجنب هكذا هكذا على هذا الجنب اللي فيها الزواقه، ولا تقدري ديريها على هذا هكذا. يعني سهله سهله بزاف. ومن بعد تبغي ديري مثلا الا ما عندكش ما بغيتيش ديري هذا هذا الزواقه هذه، تخيطيها عاديه كيما مال نخيطو هكذا هكذا، وتخدمي لها مورسو صغير هكذا، يعني مورسو شويه طويل على هذا، وتدخليه هنا، دخلوه هنا هكذا، ونديرو فاني هكذا. من نديرو هكذا فاني يبان لنا نديروها من الجهتين، من الجهتين يعني من الجهتين، نقدروا نديروها من الجهتين، نقدروها الجهه على السامبل هذا السامبل، ونقدروا نديروها على الجهه هذه. انا هذه خدمتها يعني لواحد واحد الاخت، وهي بغات هذا اللون، اللون يعني ازرق مخلط مع اللون الازرق البارد والازرق الحامق شويه مخلطين، ولكن اللون ما يهمش، هذا هو الالوان تاع الربيع، يعني الالوان تاع الربيع هكذا. الاخوات كما قلت لكم البنات الصغار نديروا لهم 200 200 يعني 205 205 انا درت في هذه 205 205 نيشان خرجت لي هذا 205. ثم المهم حسبوا حسبوا من النار باش يجيكم على حسب هذا، وهنا تبقاكم الزواقه. ثم ديروا الكالكول على حسب 205 الا كان بغيت ديروها للبنت صغيرة، الا بغيت ديروها للبنت كبيره يعني مراه كبيره ولا مراه متوسطه، المهم يكون مراه ادلت، ديروها 120 او 130 ولا ولا نتوما شوفوا نتوما يعني ولا العبر ولا ديروا بالميزور. هذا هو الخياطه تاع البندانا. هكذا يعني اسهل ما يكون، اسهل ما يكون تخيطيها من هنا عادي، من تنقلب تولي لك هكذا كما قلت لكم. مهم سهله، ولو بغيتي تخيطيها عادي فاني خيطيها عادي، يعني خيطيها خياطه تبغي تخيطيها خياطه سهله خيطيها خياطه سهله. هنايا من نخيطوا هذه نديروا هكذا هكذا باش تبان، ما نخيطوهاش ما نخيطوهاش في ما نخيطوهاش في الـ في الـ في الاخر، يعني خيطوها هنا مثلا، خيطوها هنا هنا هكا هكذا باش نقلبو هكذا الدخلاني هكذا باش نطبقوه. من نطبقوه يعطينا الشكل الصحيح هكذا، يعطينا شويه الاخر باش هذا يخرج هكذا، يعني باش تطبقها على الراس يعني هكذا تطبقها على الجبهه ولا على الراس. المهم باش تجينا شابه. تو المهم انا درت لكم الطريقه، وانتم بغيت كيما تبغوا تخيطوها هكا في على السامبل، بغيتوا تخيطوها ديروا لها البند ديروا لها هذه القطعه هذه اللي قلت لكم عليها، خدموا لها الطريقه خدموا لها هذه القطعه هذه قد هكا ولكن اطول من هذه مثلا، هذه نديروها على مرتين هكذا هكذا نديروها على مرتين ونخيطوها معها. تبغوا تزوقوها مع لي بيرل ولا تزوقوها مع حاجه، ولا المهم البنات صغيرين تزوقوا لهم مع الـ مع الـ مع لي بيرل ولا العقيق ولا اي حاجه، والمرات والنساء الكبارات لا، والنساء يعني المتوسط نساء يعني العاديات نساء العاديات كاين نساء اللي مش عاديات وقيله ما نعرف. سبحان الله هضره الهضره تروح لي تنولينا نصيب الهضره راحت.
هكذا الاخوات، هذه تعطينا الغرزه، هذه شابه المهمه كما قلت لكم. وال كما قلت اللارج نقول النساء، النساء اللي يعني تكون عندها متوسط امراه من تفوت 20 سنه ولا تفوت 25 سنه، يعني ما تبغيش تولي، ما تبغيش الزواج بزاف، هذه هي اللي بغيت نوصلها. هذا مكان الاخوات، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير، تكونوا في صحه جيده ان شاء الله باذن الله تعالى. اللي تبغي دير مثلا هذا الزواقة، هذه كما هذه هكا، هذه شوفوا، هذه نديروها غير من غير اكس اكس، هذه نديروها غير من غير اكس اكس، يعني نخدموها عادي، ما نبدلو، ما نديرو اكس اكس ما والو، نديرو غير سي ان سي ان ونطلعو، يعني ما نديروهاش، ما نديروهاش، ما نديرولهاش الاخرى تاعها، ما نديرولهاش هذيك اكس اكس، نخدموها عاديه طالعه تطلع وصاي. اللي يبغي يدير فاني زوقه واحده اخرى هنايا يقدر يدير زوقه واحده اخرى، انا بغيت هذه باسكو جاتني خفيفه، وانتم خدموا كيما تبغوا. وهذا فاني يجي تريكوات، يعني يبقوا نبغوا نخدموا به تريكوات، نخدموا به تريكوات مثلا من نولوا نديروا العان، نديروا الكوت ب20، كوت ب20 مثلا، نطلعوا هذه الغرزه هذه بالمانيفال. اخت من الاخوات سالتني البارح على المقاسات، المقاسات الاخوات انايا كيما قلت لكم ندير بالميزور، ندير بالسنتيمتر، نعبر على الراجل ولا امراه ولا اي واحد نعبر عليه بالسنتيمتر، وندير شانتيو هكذا، ندير كعط، ندير مثلا كراس، ونبقى نرسم تريكو، نرسم التريكو اللي غادي نديرو، نختار الغرزه اللي غادي نديرها، ندير كلشي نوجد قدام لان نخدم كلشي، نوجد كراس وندير سنتيمتر، نبقى هنايا ندير نعبر متحم من الكوت، يعني الكوت ندير 20، الكوت نديرو مثلا في الكوت نديرو فيهم غير 20 هكا، الكوت نديرو فيهم غير 20، ما نكثروش من غير 20، يعني 20 25 ما نزيدوش، تريكو تاع الراجل هكذا ولا تاع مرا ولا. ومن بعد من الكوت نديرو نرجعو الكونتر على صفر، ونديرو ونعبرو من 20 حتى تحت الباط مثلا، حتى تحت الباط هكذا، تحت الباط هنايا، ومن بعد نولي نقصو مثلا نديرو التنقاس تاع الباط، حردة الإبط، وهنا نخلو مثلا هنايا من تحت الباط هو اللي نولو نقصو، ومن بعد نحسبو فاني بالسنتيمتر من الباط حتى للكتف، من الباط حتى للكتف هكذا، كنشوفو شحال عندنا، شحال يخرج لنا في الشانتيه. ومن بعد الا بغينا نديرو غرزه، حنا نختارو الغرزه كما قلت لكم اللي بغينا نديروها، نديرو مثلا هنايا هذه الا بغينا نخدموه غير بالكوت تاع الزوج هذو، نديرو 20 سطر، نديرو 20 هكا، ونديرو الكالكول نشوفو شحال فيه من الطول، شحال يعطينا طول. الا بغينا نديرو غرزه غير عاديه يعني اللي ترفد الخيط، فاني نديرو 40 سطر ونحسبو شحال تعطينا طول، شحال تعطينا طول. هذه هي لخاطرش الغرز، كاين الغرز اللي يدو الصوف وكاين اللي ما يدوش الصوف. هذا هو نظن الاخوات بالعرض كيف كيف، نديرو الشانتيو هو الاول، ومن بعد نبقاو نخدمو عادي، يعني ما كاش حتى يعني ماشي صح، ماشي صعب. غير الاخوات هكذاك من يسقسوني على المقاسات، ما المقاسات ما كاين الصوف، يعني الصوف كاين يجي غليظه، وكاين يجي ما تعطيش العرض، وكاين اللي ماشين فاني كيمشي فاني مش كيف كيف. كاين انا اخت من الاخوات قالت لي انا ماشي انت ما تعطيش العرض، ولكن شوف اللي هي الماشينه ما تعطيش العرض غير المشطه، خاصه غير المشطه، فقالت دير العرض اللي بغات، يعني تزيد على العرض. هنا رانا عندنا الماشينه العيار حتى 8، من تكون عندك من تكون عندك مثلا المشطه والثقالات توصلي في العيار حتى 8 7 8، لكن من نديرو غير هكذا بهذا الاخرين، هذا الاخرين البرتقاليين، نديرو غير العيار على 4.5، 4.5 يعطينا هذا الخدمه هذه. الاخوات بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الدعوات، تاوعكم ان شاء الله وصلوني، ولكن راني زعفانه شويه من واحد الاخت.
واحدة الأخت يعني دخلت عندي في الـ في الـ في الكومنتار، دارت لي كومنتار ما عجبنيش، والله ما نش عارف شنو نقول لها، نقول الله يهديك. مهم الله يهديك، انا هذا الغرز راني دايرتهم غير الناس هكذا باش يتحفزوا باش يخدموا باش كل واحدة يخدم على روحها. كاين بزاف الاخوات اللي قالوا لي رانا يعني تعلمنا ودرتينا يعني التحفيز، ويعني في وجه الله سبحانه وتعالى ما عنديش حاجة من غير هذا الحاجات هذو. نقولها الله يهديك، ما كان ما انا ما كان ما درت لك، ما كان ما وصلك ليا، وانا ما كان ما وصلني لك هكذا. ان شاء الله راهي تعرف روحها شكون، راهي راح مهمه انا نهضر عليها، راهي عارفه روحها شكون. ما كاش حتى وحده ملي بديت نخدمها ما كاش حتى وحده ضرتني بهذه الكلمه، ولكن هذه ضرتني بهذا الكلام. المهم نقول الله يهديك، هذا مكان ما عندي حتى شي نقول لك. الا بغيتي تشوفي في القناه اهلا وسهلا مع الاخوات، الا ما بغيتيش تشوفي اليوتيوب راه كبير وعريض وبحر من البحر بالبحور، ياك شوفي وين بغيتي. كاين نصارى كاين العرب كاين من كل مكان، اللي تفهميهم اللي ما تفهميهمش، اللي الالوان والاشكال كما نقولوا. هذا هو الاخوات، ان شاء الله الله يهدي المسلمين ان شاء الله يا رب العالمين، وربي شافينا وشافي المسلمين يا رب العالمين، يرفع علينا هذا البلاء. وهذه هي القصه تاع اليوم، يا ربي ان شاء الله ما ياخذناش يعني، والله يجعل ربي ما ياخذنيش انا اللي راني نتكلم. خليها المهم دبر راسها، تهدر ما تهدرش، انا ما ديتهاش فيها، ولكن الله غالب كما يقولوا، كما يقولوا الناس الروح غاليه وصعيبه. هذه مكان بنادم ما خاصوش يعاير الناس بلا ما يعرفهم وبلا ما يهدر عليهم بلا ما يعرفهم، ياك هذا هو. الله يهديك الله يهديك الله يهديك بزاف، ماشي غير قليل، الله يهديك بزاف. يعني انا عمري ومن ندخل الاخوات عندهم نشوف عندهم ما تعجبنيش خدمتهم ما نقول والو ونخرج، علاه ما نقول والو، ما ندير لهم لا جام لا ماشي جام لا حتى شيء، ما ندير لهم والو ونخرج، نشوف ونخرج. هذا الشوف تاع الفيديو يطلع لها القناة تاعها، ولكن انا ما ندير لها لا جام لا والو. الا عجبتني الحقيقة خدمتها عجبتني ندير لها جام ونهضر معها، الا ما عجبتنيش ما كان ما وصلني ليها نقولها كلام اللي ماشي لاخر. هذا الا راكي بغيتي ديري قناتك ديري قناتك على روحك، ما كاش حتى واحد يقول لك الله يا اختي. والله كما قال لك بنادم تغيظ نفسه، ولكن الله غالب الله غالب. هذا كل واحد حر شي يقول، يعني كاين الناس بلاح كاين يمشي بلاح كاين كل واحد واش. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الدعوات اللي يجوني من ودعواتكم يجوني كل من كل مكان، والله من كل مكان. يعني اخوات بزاف يعني يدعوا لي في الخاص يدعوا يعيطوا عليا، ولكن الاخوات اللي بغاو يعيطوا لي في الخاص غير في الليل، ما ننجمش نرد عليكم في الليل، سمحوا لي بزاف يعني ما نقدرش نرد في الليل. كاين بزاف الاخوات يردوا يعيطوا لي في الليل، ولكن ما نقدرش نعيط نرد في الليل، سمحوا لي بزاف. يكون راجلي في الدار ويكون ولادي في الدار وانا نوجد في العشاء وكل شيء ما نقدرش، ولكن في النهار الا تعيطوا لي في النهار اهلا وسهلا. اللي تبغي تدخل يعني في الواتساب عندي في الواتساب في الخاص نحط لها الاخر البرومي كومونتير، يعني الكومونتير الاول نحطو نحط الرابط تاع الواتساب تاعي. راه كاين الاخوات يتعلموا وكاينين حنايا نركبوا الماشين، اللي بغيت تركب ماشين تاعها اللي عندها تبغي دي معلومه لي يعني هذه اهلا وسهلا بكم، مرحبا واهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ابيانتو.